تم توزيع الحصة التمرينية المتكونة من 500 حصة تمرينية على بطاقة تمرينية للأعداد الموجودة في حي البكر، واستمر التوزيع على شكل وجبات. في كل وجبة 500 فرد، وتتكون من 8 مواد جيدة وبوزن 70 كيلو لكل عائلة. وأطلب من هذا من قناتكم الكريمة جميع أهالي البكر أن يتحلوا بالصبر، لأنه سوف نوزع لكافة البيوتات وكافة الذين يحملون البطاقة التموينية في حي بكر والمتفرقة. سوف نكون الوجبة الأخيرة أو الخامسة، فأطلب من أهالي حي بكر الصبر حتى نتمكن من توزيع المواد بصورة عادلة وبصورة شفافية على كافة أبناء هذه الحي. نحن جمعية أيادي الرحمة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، قمنا بتوزيع حصة الاف اف ار المكونة من ثمانية حصص، من ثمانية عناصر عفوا، اللي هي الطحين والتمن والبرغل والجريش والزيت والملح وعدة أنواع أخرى من الوجبات الغذاء. سوف نقوم بإكمال العدد في الأيام القادمة إن شاء الله. وحاليا نحن في حي البكر، والعمل قائم على قدم وساق إن شاء الله. والأعداد اليوم قدمنا بإعداد 510 حصة لأهالي المنطقة، وبعد يومين إن شاء الله نكمل العدد المقبل. سبع أنين نحن بخير. خلطانا بخير.